الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: وإذا مس الإنسان الضر دعانا، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد، تحيي وتميت بيدك الخير، وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فحديثنا يدور حول إجابة سؤالين: الأول، هل نحن مؤمنون حقا ومسلمون حقا؟ والسؤال الثاني: ماذا نفعل لنغتنم ما بقي من هذا الشهر الكريم العظيم، ولنعلم وندرك أن ما بقي سيمر أسرع مما مضى. فإذا أردت أن تعرف ماذا بقي لك من هذا الشهر فانظر كيف مر ما مر منه، وسيمر ما بقي أسرع مما مضى. فيا صاحب الجد شمر، ويا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أما السؤال الأول عن الإيمان، فقد سأل رجل الحسن البصري رحمه الله، قال له: هل أنت مؤمن يا إمام؟ قال: إن كنت تقصد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره حلوه ومره، فأنا أؤمن بذلك وأنا مؤمن. أما إن كنت تقصد قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فأمري وأمرك في ذلك إلى الله. إذن الإيمان ليس مجرد كلام، الإيمان ما وقع في القلب وصدقه العمل. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا
ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا في شيء مما جاءهم في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. هذا هو الإيمان الحقيقي. الإيمان الحقيقي أن تعرف الله في الرخاء قبل الشدة. واستمعنا إلى قوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا. لم تجد إلا هو أبدا، هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله. لا تجد وقت الشدة إلا إياه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا قليلا ما تذكرون. لأن الله قال: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ويقول سبحانه: وإذا مس الإنسان الضر دعانا. لم يجد إلا إيانا، لم يلجأ إلا إلينا. دعانا كيف؟ دعانا. فإذا مس الإنسان الضر دعانا، لجنبه، إذا كان مضطجعا لا يتمكن أن يجلس، أو قاعدا أو قائما، على أي حال. فلما كشفنا عنه ضره مر كأنه لم يعرفنا ولم يلجأ إلينا، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسح. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الإيمان ليس مجرد كلام. المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. هذا هو السؤال الأول. ومن علامات الإيمان أنك إذا استمعت إلى كتاب الله زادك إيمانا. ونحن نقرأ ونتعلم ونستمع ونصلي التراويح ونستمع إلى كتاب الله فجرا وعشاء ليلا ونهارا، فماذا كان تعاملنا مع كتاب الله؟ هل انتفعنا حقا؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هل نحن ننتفع بالقرآن ونتخلق بأخلاق القرآن ونتأدب بأدب القرآن كما كانت السيدة عائشة تقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن، ونبينا يقول: أكمل المؤمنين إيمانا من لم يقل أكثرهم صلاة أو قياما أو صياما. أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. خلقك تعاملك، المؤمن لا يكذب ولا يغدر ولا يخون ولا يغش ولا يمكر ولا يحقد ولا يحسد، تقي نقي يألف ويؤلف. أما عن هذه الأيام فنحن في أيام فريدة في عظمتها وبركتها. وسؤال آخر يتفرع عن سؤال الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن الصيام والقيام ربطهما بالإيمان،
فقال: من صام رمضان إيمانا، إيمانا ثقة فيما عند الله، إخلاصا لله، من قام رمضان إيمانا لا رياء ولا نفاقا ولا شهرة ولا ليقال عليك قائم ولا ليقال عليك أنت من السباقين، إيمانا بالله، والإيمان يقتضي الإخلاص. من صام رمضان إيمانا، من قام رمضان إيمانا، من قام ليلة القدر إيمانا إخلاصا. الجانب الآخر، هل أنت مؤمن حقيقة ولديك عقيدة ويقين أنك إذا صمت رمضان إيمانا واحتسابا غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ هل أنت لديك عقيدة ويقين أنك إذا قمت رمضان إيمانا واحتسابا غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ هل لديك يقين في أن ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر، وأنك إذا قمت هذه الليلة إيمانا واحتسابا غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ السؤال ليس بالكلام. إن كنت حولت هذا الإيمان إلى عمل، إلى صيام حقيقي وقيام حقيقي وتحري حقيقي لليلة القدر، فقد حققت معنى الإيمان. أما إذا كنت تردد ذلك كلاما ولا تحوله إلى واقع ملموس في حياتك وسلوكك وأخلاقك، فعليك أن تراجع نفسك قبل فوات الأوان. في العشر التي نقبل عليها إن شاء الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله، أحياه بالقيام والذكر وتلاوة القرآن، وأيقظ أهله وشد مئزره. فيا صاحب الجد شمر، وعلينا أن نغتنم هذه الليالي، فهي ليلة من خير من ألف شهر لا يصادفها عبد مؤمن مخلص يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يكن إثما ولا قطيعة رحم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروها، تحروا هذه الليلة، التمسوها، اسعوا إليها، التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. فهذه العشر علينا أن نضاعف فيها الجهد وأن نتعرض لرحمة الله، لأن النفحات والرحمات في هذه الأيام جد عظيمة، جد عظيمة. ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. نسأل الله أن يوفقنا لليلة القدر، وأن يعيننا على قيام العشر وعلى أداء حقها. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. نختم بثلاث نقاط. الأولى هي أننا نؤكد أننا أمام أمانة عظيمة في أمر ديننا وفي أمر وطننا، ولطالما أكدنا ونؤكد أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، فلا دين بلا دولة تحمله وتحميه وتقيمه. وتحرص وزارة الأوقاف في دورها في إطار مهمتها الوطنية أن تقوم بواجبها في عمارة بيوت الله مبنى ومعنى. وقد نشرنا على موقعنا أكبر حركة إعمار في التاريخ المصري، بفضل الله ربما هي التي تقوم بها الوزارة هذا العام، سواء فيما نفذ أو ما يجري العمل به في عمارة بيوت الله، هذا من جهة المبنى.
أما من جهة المعنى فنجتهد في عمارتها بالدروس والمدارس العلمية والقرآنية والملتقيات الفكرية، ونحن على مشارف إقامة الاعتكاف. ولأن هناك دائما في ظل حروب الجيل الرابع والخامس وأعداء الدين والدولة من يشككون أو يشوهون دائما، فنحن نؤكد مهمتنا إقامة السنة دائما، بل مهمتنا تصحيح الأخطاء في من يفهمون السنة فهما خاطئا. مسألة الاعتكاف سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهمتنا تيسير أمرها. وعدد المساجد التي خصصتها الوزارة للاعتكاف تقارب 3500 مسجد. لكن الأمر ننبه، الاعتكاف شعيرة تعبدية. كان بعض الناس وبعض الجماعات للأسف الشديد تحاول الخروج بالاعتكاف بل بالعبادات عن رسالتها السامية. الأصل في المعتكف أنه جاء للعبادة، جاء للصلاة، جاء للذكر، جاء لقراءة القرآن. وهذا هو الإنسان الطبيعي الذي نحمله على رؤوسنا. أما تلك الجماعات التي كانت تحاول أن تستخدم الاعتكاف سياسيا أو حزبيا أو لصالح جماعة، فهذا خطر على الدين وخطر على الدولة. وهم هؤلاء خرجوا بالعبادة من كونها عبادة لله، وأن المعتكف يريد أن ينقطع إلى الله في لحظات الاعتكاف بينه وبين ربه قائما أو زاكان أو قارئا للقرآن أو مسبحا، إلى ما كنا نشهده في سنوات مضت من نزاعات على السيطرة على الاعتكاف هذه الجماعة وتلك. هذه سنة لا ينبغي أن تؤدي إلى فرقة، ولا نسمح بأن تؤدي إلى فرقة. فمن أراد أن يأتي الاعتكاف مخلصا لله لا هدف له ولا هم له إلا التعبد والطاعة ومرضاة الله، فمن واجبنا أن نهيئ من المساجد ما يحقق تطبيق السنة حتى لو فتحنا أزيد من ذلك من المساجد. أما أن تأتي بعض الجماعات فتحاول أن تخرج بالعبادة إلى خدمة مصالحها، فهذا لا من الدين ولا من الدولة ولا من الإنسانية ولا من شيء، بل إن أمثال هؤلاء سيحاسبون على تعكير صفو المخلصين لله عز وجل. الأمر الذي نؤكد عليه حرمة المساجد من اللغو، من اللغو ومن الصخب ومن ارتفاع الأصوات. إذا كان المعتكف سيأتي ليعتكف وهو يبتغي مرضاة الله عز وجل، لكنه سيصخب أو سيجهل أو سيغضب أو لا يحتمل أو لا ينظف المكان، المسجد أمانة. إذا كنت لماذا تعتكف؟ تعتكف لله، فعليك بطاعته، ومن طاعة الله أن تترك المسجد أنظف مما كان أو أكثر نظافة، والإسلام دين النظافة، وأن تعنى بنظافة المكان. الأمر الأهم أن تعنى وأن تستمع لتعليمات المسجد في تنظيم الإفطار، في تنظيم السحور، في تنظيم الطعام، ولا نسمح بأن تكون أن يكون صاحب المسجد يتحول إلى مطبخ يؤذي الناس ويؤذي المصلين. ولا بد أن يتوفر للاعتكاف مكان آمن مناسب، وأن يكون الطعام سواء بمعرفة إدارة المسجد أو بصورة تنظمها إدارة المسجد، حتى لا نخرج بالعبادة إلى أنها مطعم أو إلى شيء آخر، أو أن الناس كأنها في نزهة. أنت في نزهة ربانية وفي رحلة تعبدية، فلا تضيعها لا بعدم الاعتناء بنظافة المسجد ولا بتوظيفها لصالح جماعة أو حزب. الاعتكاف شأن تعبدي خالص لله عز وجل. الأمر الأخير الذي أختم به هو أننا أعلنت دار الإفتاء المصرية بالتنسيق مع مجمع البحوث بالأزهر الشريف، ونحن أيدنا ذلك وندعمه، ودعونا أئمتنا إلى القول به. حددت زكاة صدقة الفطر التي هي طهرة للصائم وطعمة للمساكين كحد أدنى لأقل الناس استطاعة،
13 جنيها عن الفرد الواحد، سواء كل من ولد قبل غروب شمس اليوم الأخير من رمضان صام أو لم يصم، كل من تلزمك نفقته عليه الصدقة التي حددتها دار الإفتاء بالتنسيق مع الأزهر الشريف ب13 جنيه كحد أدنى، ومن زاد زاد الله عليه، ومن وسع وسع الله عليه. لكنني أميل إلى الرأي القائل بتعجيلها قبل العيد بأيام حتى يتمكن الإنسان الفقير من قضاء حاجته وحاجة أسرته وحاجة أبنائه، وأنا أميل إلى التعجيل بها قبل العيد بعدة أيام حتى نوسع على الفقراء. وزيدوا من فضل الله عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم في هذا اليوم، والغنى عطاء بسخاء، أغنوهم، أغنوا الفقراء والمحتاجين والمتعففين عن ذل السؤال في هذا اليوم وعن السؤال في هذا اليوم. وأنا في طريقي إلى القبلة وجدت في جانب من المسجد في لحظة واحدة 6 جنازات، وهذا يؤكد، فقلت: كلنا إلى ذلك صائر، كلنا، ولا تدري أين، ولا ندري من منا سيلفظ النفس الذي يلي النفس الذي هو فيه أو لا يلفظه، وسيخرج من المسجد أو لا يخرج، ويدرك ليلة القدر أو لا يدرك، ويدرك العيد أو لا يدرك، ويدرك رمضان المقبل أو لا يدرك. ومن هنا نقول: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، فلم أرك الجنة نام طالبها، لم أرك الجنة نام طالبها، ولا كالنار نام هاربها، عرفت فالزم. سيأتي اليوم الذي يقال لك كما يقال لكل من لقي الله: يا ابن آدم، جاءوا ودفنوك وفي التراب وضعوك، وعادوا وتركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. أسأل الله أن يبلغني وإياكم العشر. اللهم بلغنا العشر، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا في هذا الشهر الكريم وفي هذه الساعة المباركة من المقبولين. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مدينا إلا سددت عنه. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم اجعل بلدنا مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.